بالآخرة كافرون. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون.
بيهم وكشف الله ما بيهم واجعل فيهم الله البركة، ثم جميعا ما يجعلكم إخوان على سرورين متقابلين وعلى الدين متعاونين. الله يحفظكم جميعا كما تحفظ كتاب الله. الله يجعلكم كل أولياء المرصوص يشد بعضه بعضا. الله يحفظكم بما حفظت به ذكر الحكيم. الله يبارك لكم بالقرآن، يستركم بالقرآن، يغنيكم بالقرآن، يحفظكم بالقرآن، ويشفع فينا وفيكم غدا يوم لقاء الله القرآن. والدينا ووالديكم الأشياخ اللي علمونا العلم وعلمكم العلم وعلمونا القرآن، الله يرحمهم، الله يبدل سيئاتهم حسناتهم، اللهم أكرم نزلهم ووسّل يا ربي مدخلهم، اللهم نقهم من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. الله يرحم الجميع، اللهم آمين. النبي الشفيع سيدي عبد السلام، الله يسترك، الله يشفيك ويعافيك ويداويك ويكشف الله.